انا هاجي ارسم هنا بالانتر بوليت كيرف، هاجي ارسم الشكل بتاعي اللي هو شبه القلب ده، تمام. وهاجي انزل كمان النقطه، وبعد كده هاجي لي هنا انا اترسم معايا الشكل ده. انا حبيت ان انا اتحكم في البوينت بتاعته، اعمل بوينت اون، بوينت اون بيبدا يجيب لك البوينتس بتاعته. تبدأي ان انت بالاسهم دي تحركي البوينت بشكل انت عايزاه تتحكمي فيه. طيب دلوقتي انا وانا بتحكم في البوينت انا اكتشفت حاجه ان انا لا دي مش افضل حاجه بالنسبه لي، يبقى ايه الافضل بقى؟ ان احنا نرسمها نصين. يبقى انا هاجي هنا ارسم الكيرف بتاعي وازود في البعد، بس ما ازودش قوي، هاجي ادوس نقطه هنا وادي ادوس نقطه هنا واجي في الاخر خالص ادوس نقطه هنا ونقطه هنا حلو. وعشان اضمن الشكل بتاعي ارسم لاين من هنا لهنا بحيث ان انا ابقى ضامن ان هو ايه كل حاجه تمام. لو كنا من البداية أصلا لو كنا رسمناها من الخط كان يبقى أفضل، معلش بحيث إن إحنا نتكلم في سوا دلوقتي. لو جينا رسمنا الخط بتاعنا من الزيرو بحيث إن أنا بضم البداية بتاعتي هاجي هنا أبدأ أرسم الشكل بتاعي. ودي نقطة ودي نقطة كمان تمام. هاجي ده اللي انا عملته. بعد كده هدي اب بوينتس، تمام. هبدا بقى الاحظ ان النقط عندي هنا ازيد، اقدر اتحكم فيها براحتي، اقدر اطلع النقطه دي زي ما انا عايز، انزل دي زي ما انا عايز، ابدا اطلع دي لفوق او ادخلها كده زي ما انت عايز، تخش مثلا كده تمام. اوكي تمام. وعندي النقطه دي اقدر ان انا اتحكم فيها زي ما انا عايز. حلو. بعد ما اخلص خلاص بدوس اوكي. اوكي بعد كده هاجي هنا اعمل الشكل ده ميرور عندي ودوس اوكي. شو ده هو تمام. وهاجي ادوس اوكي تاني دي الشكل بتاعي. عايز اغير في السكيل بتاعي شويه، اغير زي ما عايز. هو ده اطلع بيه لفوق لان هو تحت عندي زي ما شايفين. انا محتاج اطلع بالرسمه بتاعتي لفوق لحد هنا مثلا. واجي في 3 دي برضه اشيك على الحاجه، لا ده هو دخل عندي في الفصوص، انا محتاج اصغره، فانا هصغر من هنا كده. محتاج كمان ان انا ارد على ده بان اصغر كده واجي ده هنا كده بس على سبيل المثال. وبعد كده هاجي امسك ده واعمل له ايه؟ اكسترود اللي احنا قلناه برضه المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين الحته دي. لما جينا قلنا ان انا اكسترود سيرفس، بس انا عامل هنا ايه؟ فيكس اكسترود فروم كلوز اللي هو حاجه زي كده. بس انا في الحقيقه انتوا مش عايزين بقى نستخدمهم من هنا كل شويه، انا هعمل اكسترود على طول. لان ده اكتر امر هستخدمه. ايه اكس تي؟ وبعد كده اجي اختار الاوبجكت بتاعي واجي ادوس اوكي. ما فيش سوبر سيرفيس، انا عايز سوبر كيرف. فانا اجي اختار سوبر كيرف واجي اختار الشكل بتاعي واجي ادوس انتر. اول حاجه هلاحظ هنا الدايركشن والبوس سايد والسوليد. اول حاجه اتاكد عليها ان انا سوليد ايزي، تمام. واجي بعد كده اكتب قيمه الارتفاع بتاعتي اللي هي 3 مللي. لا ده 3 مللي كتير قوي، فخليها مثلا ايه
مش موجودة في الإنجليز بس موجودة في الإنجليز. لا ده طبعا خطوط العمل طبعا بدأنا نرسم بطريقة إن أنا عندي خطوط لازم أعدلها في غير، لأن خطوط العمل دي وسيلتك الوحيدة إنك تعدلها على حاجة. فأنا هاجي أعمل غير جديدة هنا وأسميها كيرفز، وأرجع أدوس كليك يمين تشينج أوبجيكت لاير وأعملها حاجة. أنا المنظر ده اللي بقى معايا، هاجي أمسك الأوبجيكت بتاعي ده وأنزله. طبعا لو شغال بمسافات وكلام من ده يبقى أفضل بكتير أوي. أتأكد معايا إن الدنيا تمام. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. أنا بعد كده في حاجة تانية طالعة على ده، فأنا ممكن أصغر ده برضه سيكا كمان لأن في فصول فص عليه. هنا نزل حته كام سنه. تمام، هنا بقى فايده السكتش اللي انا عامله. ليه بقى؟ لان السكتش اللي انا عامله ده اقدر اخد منه اوفست. يعني انا ممكن اجي افعل ده دبل كليك يبقى ده السكتش اللي شغال معايا واخفي ده ويبقى ده اللي عندي اللي شغال بيه، واعمل ليها جديده واسميها مثلا اي حاجه واديها لون واخليها هي اللي مفعله مثلا اللي انا برسم بيه. واجي بدل مرسم ده بقى هنقول امر اوفست. امر اوفست عباره عن او اف اف اوفست. او باجي بلاحظ ان امر اوفست معايا موجود هنا اوفست كده. تمام، انا اختار الكيرف بتاعي ده واجي اختار خط الاوفست بتاعتي، اقول ان هو 0.5 مثلا، واجي اقول ان هو للداخل. هو كده عملت الاوفست بتاعتي للداخل. تمام، بعد كده اخد الاكسترود بتاعي ده، اسف الكيرف ده، واعمل اكسترود واطلع بالقيمه بتاعتي اللي هي مثلا 1 مثلا. تمام، واجي هنا اصغر الكيرف بتاعي كنت الاحظ ان شكل معايا عجبني. حلو، انا بقى حبيت اصغر او اكبر، اقدر اصغر واكبر المنظر اللي انت عايزاه. انا بالنسبه لي بقى ده الجزء المعدن وده الجزء اللي فيه الفصول. تمام، انت بقى حبيتي انك تعملي بقى الفورميشن بشكل، ممكن نبدا نعمل بقى الفورميشن من دلوقتي. ان انا هاجي اعمل سيلكت لكل حاجه ما عدا ده وده عشان اعرف اعمل فورميشن. تمام، واجي هنا اعمل حاجه بالمنظر ده مثلا. تمام، واجي هنا اطلع ده كلمة الفورميشن احنا قلنا عليه في الأول خالص وما ينفعش. أنا حبيت إن أنا أعمل دلوقتي، أبدأ أظبط ده من الأرت بتاعي، يعني أنا بوريكم حاجة سريعة. دلوقتي بقى قدامي حاجة من الاتنين، حاجة من الاتنين، يا إما بقى أخلي ده كله أوبجيكت واحد، ده لو أنا عامله سليم برينتر، يعني أنا هطبع الكلام من ده سليم برينتر، لازم أبقى أوبجيكت واحد، فأنا لازم أوجد الطريقة إن أنا كل الكلام ده يبقى يونيون ببعض. يا إما حصلته، لو حصلته يبقى هعمل كل بارت لوحده. لو هاخد رندر يبقى كل بارت لوحده. فانا في الحاله دي انا عايز اخد رندر. فانا بالنسبه لي ده وده حاجه واحده. فمن الافضل ان احنا نبدأ بين الاثنين. اللي هو ده اللي هو الجسم بالقلب ده، ده حاجه واحده. ده بعد. سواء بقى كان مفهوم او مش مفهوم، انا بالنسبه لي ان هو حاجه واحده. اللي فوق ده ده فص. انا مش هقدر اعمله. انا بالنسبه لي هنا انا مثلا عندي في اسطوانات هنا، انا ممكن اجي برضه لو انت حبيت يعني بقى ايه شاطر فطا قوي يعني. طبعا انتوا مش شغالين بقى معايا. حبيت تاخد الحته من الاسطوانه اللي هي هنا دي اللي هو عاملها. هي زي السندات دي، السندات اللي هي معمولة دي هي تعتبر سندات. أنا فاكرين أنا ممكن آخد ديكم إزاي؟ فاكرين كنا بدوس هولد وأدوس على ده؟ يعني أنا مثلا عندي هنا باجي بدوس على ده وبعد كده أكتب القيمة اللي أنا هتحركها مثلا.
فخدها لي كوبي. فانا مثلا ايه هموم ده كده طبعا الماوس بعد كده هيجي عامل هنا ميرور شكل كده بصراحه بس انا اتعودت على الموز بتاعي معلش. تمام بعد كده هعمل هنا بصه وليس وكي. انا مثلا عملت السندات اللي هي ايه بتبقى في مزاد حتى السندات دي واخده لون ايه لون الخامه اللي قاعد فيها عامل حاجه لون البرتقالي شكل الاختيار ده مع ده مع ده مع ده انا اسف هشيل ده وسلكت وغيره اوكي بحيث ان يبقى ده كله باين معايا حاجه واحده. تمام المره اللي فاتت هي قالت ان البتاع ده حد قوي حد قوي بقى يبقى هنقول الفلت. الفلت عباره عن ايه بقى؟ الفلت عباره ان انا هعمل الحواف اخليها اسطوانة اخليها يعني واخدة كيرف بماس بالخطوط فبالتالي مش هتبقى حد. فانا هاجي هنا هلاحظ ان انا عندي في السيرفس هنا لو دخلت جواه هاجي الاحظ في حاجه هنا اسمها فيلت. فين الفيلت؟ مش انا النظر اللي عليه شويه بس الفيلت سيرفس. تمام وفي عندي في السوليد هنا برضو في فيلت وفي عندي في الكيرف هنا برضو في فيلت. رسالة مسلم ده عندك سوليد طالما هو معمول كل اليونيون فهو سوليد. فاعمل فيلت ايدج واجي اختار فيلت ايدج. اول حاجة انا هختار الايدج دي مثلا والايدج دي تمام واجي اقول بقى ان الريجز بتاعي مثلا 0.5 مثلا واجي اوكي يبقى الفيلد ضخم شويه على الماكس. هاجي اقول مثلا الفيلد بتاعي ده 0.1 واجي اقول ده واجيب لكم هو عمل ايه الحافه بتاعته. لا انا محتاج ان انا ايه يبقى 0.3 مثلا. تمام واجي ادوس اوكي اوكي وبعد كده اجي اختار سطح الاثنين ده اوكي اوكي. وبعد كده لو انتوا حابين تاخدوا الايدج ده برضو معانا وده معانا ويدوس اوكي اوكي بحيث ان هو برضو ايه يعني بس اتاكد ان هو اتعمل لو يعني كده ما تعملش 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 يبقى انا عندي قيمه الفيلت هنا برضو ايه ضخمه جدا فممكن مثلا اخليها بوينت واحد يعني لما الاقيه مش راضي يعمل بقى القيمه. بقى القيمه لان ممكن تكون كبيره عليه. اهو مسجل. بعد كده هاجي اخد هنا بقى. بعد برضه الناحيه الثانيه. وبنزل فيه. بحيث ان انا عندي واجي برضه على الحواف هنا ابدا ادي فيلت برضه. اتاكد ان هو عمل. واجي ادي فيلت تاني هنا. مع فيلت هنا. مع فيلت هنا. مع كده وبنزل فيه. الصورة دي ممكن تاخد برضه ممكن ناخد الصورة دي فلت ممكن ناخد الصورة دي فلت ممكن ناخد الشكل ده فلت هو ده كتير قوي كده صراحة يعني احنا فينا من ده برضه ايه انت بقى انت وموجودي طبعا ده كله بينعكس في الريندر معاكي الكلام ده كل الكلام ده بينعكس معاكي في الريندر شكلها احنا طبعا بس انت بقى خدي بقى عن الكلام ده في شغل. طب هو لو ما ينفعش انا بقى سلكت مره واحده وميرور فيرد على ميرور. ايه تقول ايه؟ سلكت ميرور وترد على ميرور. لا طبعا في كل واحده انا هاجي هنا انا مش عارف الفيلت اللي هنا شكله كده ما تعملش طيب والفيلت اللي هنا برضه ما تعملش تمام هاجي بعد كده اعمل ايه بقى؟ هاجي اتاكد ان كل حاجه في مكانها يعني هاجي هنا دي كده غير ودي كده غير تمام
انا ناقص بس اللير اللي فوق دي هنا اللير دي تشيرج فيكتوري وورد سكوتر اس وعلى الديسكتوب اسميه مثلا رينج 1 اه سيفت خلاص كل اللير ده وهاجي بعد كده اعمل تي شيرت العمل اللي هتبقى فيها الوحده دي بس اه لا لو انا غيرت فيها حاجه بقى الاكسترود بيتغير لا طبعا في السوليد ممكن لكن لا بس انا بحتفظ بيها لان دي اداتك الوحيده للتعديل بدل ما لما تحب تعدل لي بدل ما تسيب الاسم ده اعمل التوت اللي هو الاستراكشر بتاعي كده هاجي بقى اللينك ده ادخله هنا هي لاحظ بقى ان انا ممكن اديه بقى الماتيريال بتاعتي اللي هي مثلا بريشر اختار مثلا بلاتينيوم مثلا او مثلا درجه دي من بلاتينيوم زي ما تمام واجي بعد كده في الفصوص دي مثلا هيجي هنا في الجلاس اجي اختار اي نوع من انواع الحاجات دي في الجلاس مثلا تبقى حاجة مثلا زي كده بحيث ان احنا يعني نحاول نقرب للخاتم اللي معانا اقل من هنا بقى ممكن ازود في الرفنس بتاعتي في الرفنس اللي هي في البروجيكت دي اللي هتاخد الخشانة ممكن اغمى الماتيريال يعني اغمى الماتيريالز اللي انا عايز ده كله البروجكت اللي انا دوست على الماتيريال هنا دبل كليك فتحت معايا التكتشر البامب بتاعي هنا انا ممكن اصغره لو هو غالي اللي هو التكتشر اللي هو هنا بالنسبه للاشكال اللي هنا دي انا ممكن برضو ادي للخصوص درجه لونيه معينه من الدرجات اللي انتوا بتحبوها دي تمام والتكتشر بتاعتي ممكن برضو اتحكم فيها ان انا اصغرها واكبرها ممكن ادوس 5 فبالتالي التقديم ده كله اللي حصل او ممكن اخليها مثلا 0.1 مثلا فيبدا يجيب لي التشكيل بتاعتي ممكن اخليها 2 مثلا ببدا ادرب احب اشوف التشكيل اللي انا عايزه مثلا وبعد كده بعمل اغير الرينج بتاعتي وارجع اغير اللون الخلفيه الباك جراوند اللي انا عايزه مثلا واجي هنا في حاجات كتير بقى كل واحد بقى يختار براحته يعني تقدر تختار كل حد يقدر يختار اللون اللي هو عايزه تقدر تختار طريقة الألوان اللي أنت عايزها إكس واي زد كل واحد زوجي هاجي هنا بعد كده هعمل هنا جراوند ريفليكشن مثلا بحيث أنا أظهر الريفليكشن بتاع الحاجة بتاعتي وهنا بقدر اتحرك في الاضاءه لان انا الاضاءه بتاعتي تتحرك زي ما انتوا عارفين ساعات بتدور وتغيرها ده كله ايه متاح معايا بعد كده مثلا البامب ده كده كتير قوي البامب ده ارجع تاني اعدل في البامب اقول له لا البامب ده خليها بوينت واحد يعني البامب ده لطيف جدا خليه 0.05 وهكذا بعد كده باجي بدخل في الكاميرا عندي كاميرا اللي هو البرسبكتيف وعندي الاورثوجرافيك البرسبكتيف عندي عباره عن فوكس لينز ممكن تبقى الحاجه واخده ايزومتر جامد او كده زي ما انت شايفه الخاتم عباره عن زوايا منظوريه عاليه او ممكن بزود في البرسبكتيف زي ما انا عايز فانا بقدر اتحكم درجه الفوكس لينز بتاعتي تمام الاورثو جرافيك انا شايفه معمول مش وحش وهنا تقدر تكتب الزاويه اللي انت عايزها عايز تعمل له زاويه سالب 45 30 اللي هي الزاويه الزاويه بتاعت الكاميرا 45 كده 30 كده تمام مثلا لقيت ده مثلا مش عاجبك عايز تغيره غيره مثلا ماشي فمثلا حاجه زي كده
انا بعد ما اخلص بدوس ريبلي هلاحظ بقى ان الفيلت اداني احساس تاني خالص. طبعا الاضاءه كمان اقدر اجي ادوس هنا في الاتش دي ار اي واجي هنا في نوع الاضاءه اجي اتحكم في الاضاءه بتاعتي ممكن اخليها بقى صفر زي ما انا عايز. فبعد ما اخلص بدوس اوكي وبعد كده بخلص خالص اجي هنا مثلا اجي ادوس كنترول دي واجي ادوس هنا رن كانت تريفنا في الريزوليوشن. دي لا الريزوليوشن. هجيب السيجوار المدوس في اي حته هنا بتتعدل لان هي ريليت ببعض. بينهم وبين بعض الريشن. انا بعمل لك الفويس قلت لك انا بكتب في واحده بس والباقيين لا. انا مش هكررها. كلام مظبوط. المهم بعد كده ادوس ريندر. بيقول لك عايزه سايب التعديلات اعملها سيف از وسيف زي ما انت عايزها. Like this one.